تشوف اللي ثم آلاف وقفتها هي تهز شوية تورينا فهمتي توري من الأستاذ نتاعها وشها وتستنى حتى اللي يبدا ولا تخرج قرار تخرج حاجة مادام الحكومة ما خرجت شيء تطبق القانون الداخلي نتاع الكلية هو أنه يلزمها يعني يلزمها تنضبط ثلاثة أربعة تقدر 8000 أخرين وتجي تعدي امتحانها هي مشكلتها راه مش الامتحان هي مشكلتها مبعوثة من طرف فما جماعة وراها وقلة الممثلين نتاعهم النساء هذوما ماهمش نساء هما متنقبات والممثلين نتاعهم رجال ليست قضية مناقبات قضية هجمة وهابية باعتبارها الكلية التي تنشأ العقول إذا سقطت الكلية الإنسانية سيسقط المجتمع التونسي كله يعني في حضن الفكر الوهابي السلف المقيت هذا إذا هجم على المجتمع بأسره ليس قضية كلية جينا طلبة وأساتذة جينا مطالبين يعني باستمرار يعني فتح أبواب الجامعة وبإرجاع الدروس يعني عودة للسنف للامتحانات وسهل العادي للدروس يعني كان هذا مطلب جميع الإداريين والأساتذة التعليم العالي والطلبة بغض النظر عن الاتجاهات والإيديولوجيات يعني في الوقت الراهن مصلحة الطالب المعطل عن الامتحانات لمدة شهر ومصلحة الجامعة التونسية هي فوق كل الإيديولوجية خاصة الطلبة يعني ثارت في إرادتنا خاطر بالحق العام يعني نجم يكون عام موقوف ونسى يضيع عام الحياد طلبة ممتازين وطلبة يعني فعلا أنا نوافق في الجامعة يضيع عام الحياد الطايحة يعني ثبت في إرادتنا ودخلنا وكان ما مطلبنا يعني درجة رفيع شعار الطالب يريد تدريس من جدي ودخل جميع الطالب الطلبة وبقينا نرفع هذه الشعارات الطالب يريد تدريس من جدي من نبقى العد أحرار لا رجعية ولا سمسار جامعتنا حرة حرة ورجعية على برا يعني طلبة فقط فما يعني احنا كيف قاعدين نعيطوا دخل الجيش الوراني بسهولة مسافر الدوش بعديك واحد هز السلاح وضرب الفوق يخاف المطالب دي خرجوه واللي تهز السلاح يعني احنا زدنا علينا في المطالب وجيو من الوزارة الداخلية وكنت نعرف باش نصور جيو من يعني مسلحين بالكمبة والمدرسة تاع وزارة الداخلية ودسونا وخرجونا لبرا.